بتمويل كريم من صاحب السمو الشيخ حماد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، افتتحت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مدرسة أسوام الأساسية المختلطة، والتي ستتيح فرصة التعلم لأكثر من 200 طالب وطالبة من أبناء قرية السوامة التابعة لمحافظة البلقاء الأردنية. ويندرج المشروع ضمن جهود الهيئة الإماراتية لدعم المجتمعات وتعزيز التعليم الذي يعد من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. قطاع التعليم طبعا في الأردن قطاع مستوى عالي ما في شك، ونحن يعني سعيدين بوجودنا اليوم وبثمرة الخير اللي قدمها الشيخ حميد كبداية العام الدراسي اليوم وافتتاح المدرسة، وجودنا طبعا بين أخواننا وأخواتنا الموجودين في المدرسة وفي الوزارة على مستوى اليوم الكادر التعليمي والإداري وبداية العام الدراسي. نحن حسينا أن حققنا أهداف سامية اليوم، يعني الابتسامة على وجوه الطلبة والطالبات الصغار، حققنا أن يعني الحمد لله يعني هدف كنا نسعى له في البداية ويسعى له المسؤولين في دولة الإمارات والمملكة الأردنية، وتحقق على أرض الواقع اليوم بوجود ما شاء الله الأطفال وابتسامتهم وسعادتهم ببدء العام الدراسي في مدرسة الحمد لله فيها جميع الخدمات. ويتكون مبنى المدرسة من 3 طوابق تضم 6 فصول دراسية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية وفصلا للروضة ومرافق أخرى، كما راعى التصميم الإنشائي لمدرسة هيئة الأعمال الخيرية العالمية إمكانية إضافة طوابق جديدة في المستقبل لاستيعاب المزيد من الطلبة في المراحل الإعدادية والثانوية. أنا من الصف الثالث، كانت المدرسة التحة بعيد كثير عن بيتنا، كنت أصل لها جزء أقل شيء من نص ساعة. شكرا للإمارات عشانهم أسسوا هاي الهدية الحلوة كثير. أجيت على هاي المدرسة صارت قريبة، بطلت تعبانة ولا بطلت أتأخر على المدرسة. طبعا أنا بشكر دورة الإمارات اللي تبرعت في هاي المدرسة. أنا بناتي كانوا يعني يروحوا مسافة بعيدة نص ساعة ساعة لما يصل المدرسة، وكنت أظني خايفة عليهم وما أكل همهم، بس الحمد لله مع المدرسة هذا. أنا بشكر جزير الشكر لدورة الإمارات اللي برعتنا بهاي المدرسة وصاروا بأمان، صار يجي يعني بسرعة يصلوا بسهولة ما عليهم خوف. أنا إلي بنت هون، يعني كثير فرحت لما سمعت إنه في مدرسة بدها تصير، وأنا جوز بيتي أقرب بيت للمدرسة يعني، فالحمد لله رب العالمين. هذا أنا أثلج صدورنا هذا العمل، وعمل خيري بحت يعني، نشكر الإمارات. وتدشين صرح العلم هذا مع بداية العام الدراسي الجديد يعد إنجازا مهما لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، يضاف إلى رصيد إنجازاتها وخدماتها الإغاثية والإنسانية في الأردن على مدى 4 عقود، والتي شملت عشرات المشاريع الخيرية والإنسانية كبناء المساجد والمنازل وكفالات الأيتام وعلاج المرضى ودعم اللاجئين والأسر المتعففة. وستساهم هذه المدرسة في توفير مستقبل أفضل للطلبة في هذه القرية التي يعيش سكانها أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة، فهي بحاجة لمثل هذه الخدمات النوعية للنهوض بالواقع التنموي في ظل اتساع رقعتي الفقر والبطالة فيها. لأخبار الإمارات سلوى السوالقة من قرية السوامة البحر الميت.